دول كانوا مشايخ بيقروا قرآن وأيضا بيعملوا إنشاد ديني. اللي جايين بقى مدحين بس، اللي جايين ناس تخصصت في الإنشاد الديني فقط. ولما نقول الناس اللي تخصصت في الإنشاد الديني هيبقى منهم أو على رأسهم ناس كتيرة جدا، منهم الأشهر يعني هو اللي اتولد في مينيا القمح الشرقية سنة 1912، واللي بدأ في السكة الحديد، ثم مطرب، ثم ممثل، وأخيرا خط الإنشاد الديني، فضيلة الشيخ المرحوم محمد الكحلاوي. وأشهر أغنية لي لأجل النبي لأجل النبي، نسمعها كده. وعلى فكرة غناها في أحد أفلامه وهو صغير شوية، ثم لما كبر بدأ يعملها كليب لوحدها، لكنها الحقيقة أغنية لاقت نجاح وشعبية رهيبة جدا. نسمع المرحوم الشيخ محمد الكحلاوي في لأجل النبي. يرحمه ويحسن إليه.